اهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. مسلسل هندي 2019 اسمه بارد اوف بلاد. المسلسل هنا بيتكلم بقى عن، هو طبعا مش مأخوذ عن قصة حقيقية ولكن مأخوذ عن كتاب، مأخوذ عن رواية كتبها كاتب اسمه بلال صديقي. وهو بلال بيقول ان هو كتبها في سن العشرين وهو في الكلية في الهند. المسلسل بيتكلم عن عملية مخابراتية، يعني مجموعة تم أسرهم عن طريق حركة طالبان، مجموعة هندية مكونة من 4 أفراد دي اتأثرت عن طريق طالبان في أفغانستان وخدوهم على منطقة اسمها بلوشستان. بلوشستان دي منطقة كده جنوب أفغانستان، ويعني ما بين باكستان وأفغانستان، وليها قصة كده لوحدها، فهي كانت بتدور فيها بقى العملية. بيبدأ الموضوع بقصة كبير أنند. كبير أنند كان في عملية سابقة موجودة برضو في الخارج، مش في الهند، هو هندي، وكان واحد صاحبه يعني كان معاه في العملية ومات قدام عينيه، فكان في صراع ما بينه وما بين اللي ماسك الجهاز بتاع المخابرات وكده، ان ازاي سبتوا صاحبي وطلعتوه من الخدمة وهو ميت واتهمتوني مش عارف ايه، ان العملية فشلت. فكان في صراع كده، ولكن كان اللي ماسك العمليات كان عايز محتاج كبير أنند في العملية دي، وعارف مهاراته رغم المشكلة السابقة اللي بينهم والضغينة اللي ما بينهم، ولكن هو محتاجه دلوقتي عشان يكون فريق يطلعوا ينقذوا ال4 أفراد دول. طبعا بيوريك بقى المسلسل حركة الطالبان عاملة ازاي، سمع والطاعة بقى للراجل الكبير بتاعهم وازاي بيأمر اي امر، ولكن بيتعاون برضو مع واحد مفروض ان هو تبع العمليات الباكستانية، ولكن هو بيكون يعني راجل العبان كده بيلعب على كل الحبال، فبيقول له طب ما تسيب لي ال4 دول انا هعمل بيهم شغل، انا كان ليا قصة مع كبير أنند قبل كده ومش عارف ايه. المهم كبير أنند اللي هو البطل بقى كبير ده يعني جه بالفعل بقى لقى الراجل اللي هو اللي كان بيقوده قبل كده مقتول، وعرف مدى خطورة العملية وصمم ان هو يعمل العملية بالفعل، رغم ان هي مش مدرجة، هي عملية غير مشروعة في المخابرات او ملهاش يعني تصريح رسمي، يعني راحوا كده من ورا القائد الاعلى بدون اذن. فجأة كده لقوهم هو وواحدة في المكتب اسمها ايشا وواحد تالت جابوه كان ليه خبرة في افغانستان. التلاتة دول اصبحوا بيقوموا بالعملية في بلوشستان لتحرير الاربعة، والتلات افراد عايزين يحرروا الاربعة. ويوريك بقى برضو الاربعة دول بيعانوا ازاي، بيتعذبوا، اللي يتحرك منهم ممكن يتقتل، واحد منهم بيتقتل بالفعل، وازاي بقى يعني مساوئ بقى حركة طالبان بيوريها لك برضو في المسلسل، وكلامهم عن الارهاب والعمليات السابقة ومدى المآسي اللي بيعيشها الاقليم بتاع او اللي بتاع بلوشستان والحركة بتاعته والحصار اللي بيتم ممارسته عليهم من جميع الاطراف. فبنشوف بقى ازاي بيعدوا الاكمنة الرهيبة سواء في افغانستان، ازاي بيسافروا بباسبور مش يعني كلام فيه بيانات فيه مش مظبوطة، بيحاولوا يغيروا هويتهم، شغل بقى المخابرات بيبان، نظام تحديد المواقع، كل الكلام ده. ونشوف في الاخر هل هيقدروا يقوموا بالعملية على اكمل وجه ويحرروا ال4 افراد ولا لا. والمسلسل كان ليه مزايا وليه عيوب، يعني اديله 6.5 من 10 لاسباب. يعني هو المسلسل كقصة كويسة لذيذة، عملية مخابراتية وفي مشاهد اكشن كتير وتمثيل كبير كشخصية يعني اقنعني بدوره اللي هو عامله وكل حاجة، والراجل برضو اللي هو عامل قائد طالبان يعني كان في فعلا مشاهد كويسة، كان في الصحراء والكلام ده وموضوع بلوشستان وقضية بلوشستان. طب ايه بقى المشاكل اللي في المسلسل؟ مشاهد الانفجارات كانت بدائية اكثر من اللازم، يعني تحس ان واحد لسه عاملها على الكمبيوتر حالا بتعلم شغل جرافيك وكده وعامل مشاهد انفجار، فيعني ففي بعض المشاهد باينه قوي قوي، يعني ان النار اللي طالعه تحس ان واحد لسه عاملها حالا، يعني شغل بدائي شويه، فده كان من العيوب. رقم 2 مكتب المخابرات، يعني اشبه بكشك في الشارع. انا ما شفت المكتب ما صدقتش يعني ان يكونوا دول هيقوموا بمهمه اساسا، يعني دول ما في المكان اللي هم قاعدين فيه ده ما يعرفوش يعملوا حاجه،
او الراجل لما كان بيجي حتى رئيس الجهاز او كده وعايز وبيكلم مثلا بتاع باكستان من مكتبه، المفروض بقى الاثنين دول بتوع مخابرات قدام بعض، انتوا قاعدين في كشك يا ابني، ايه 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 ده؟ يعني انا مش عارف ايه المكان اللي حتى اجهزه الكمبيوتر بدائيه، في حاجه مش مقنعه ان ده جهاز مخابرات زي ما بنشوف في الافلام الامريكيه طبعا، ان انت في كده هيبه للمكان، في اجهزه بقى وحاجه عملاقه واجهزه تعقب على بمساحات كبيره على الحيطه وناس قاعده باليونيفورم بتشوف الاماكن بتاعه المجرمين والبيانات بتنزل، شغل عالي بقى بيقنعك كده. انما اللي انا شفته هنا في المكاتب ما اعرفش يعني هل ده كان يقصده بيه ايه، ده شكل بدائي قوي الموضوع، فده من العيوب يعني اللي ما اقنعتنيش شويه. ولكن بصرف النظر عن هذا، المهمه نفسها بقى كانت كويسه قوي، كبير كان قايم بدور كويس، وقصه الحب اللي بنشوفها اللي هو بيرجع لها تاني في الاقليم او كده، ف يعني هو كان قايم بدور كويس. واللي ماسك طالبان القائد اللي هو الاعلى الملة ده كان برضو قايم بدور ممتاز جدا تمثيليا، هي بس العيوب زي ما بقول لكم الانفجارات ومشاهد كده مش معموله باحترافيه، والمكاتب كانت يعني بدائيه قوي. ودي كانت حلقتنا عن المسلسل الهندي بارد اوف بلاد، ويا رب الحلقه ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في الحلقه القادمه. مع السلامه.